الموسيقى والألحان والكلمات وكل أنواع الفنون هي رسالة قبل أن تكون أعمال جمالية وإبداعية، وهذا بالفعل هو مبدأ الفنان طارق خريري في أعماله المختلفة وموسيقاه وألحانه. نعم فعلا، طارق هو شاب يعيش في كندا وصل إليها كلاجئ من أصول سورية فلسطينية، حمل أوجاعه وأحلامه وذكرياته المختلفة أيضا هناك. مؤخرا أطلق طارق ألبوم بعنوان لاجئ بالبحر، ألبوم مكون من 7 أغنيات توثق مشاعر الفقدان والألم والأهات الممتزجة بأصوات من رحلوا وهم يركبون قوارب الموت المطاطية في عرض البحر، وأصوات من بقوا من بعدهم يتجرعون الحسرة كل يوم على فراقهم. ألبوم لاجئ في البحر هو مزيج فريد من موسيقى الفلامينغو الإسبانية والإيقاعات الشرقية ودمج أيضا مع الموسيقى العربية، ويجسد من خلاله الفنان طارق غريري معاناة اللاجئين ممن يهربون من ويلات الحرب واليأس في محاولة للعثور على حياة جديدة في بلد آخر بعيد عن الوطن ليكون تذكارة لتضحياتهم ولبطولاتهم. نتابع. من سوريا إلى كندا حمل طارق غريري موسيقاه وأوجاعه وتجربة لجوء ممزوجة بذكريات الحرب. قبل أعوام انتقل الفنان الشاب من أصول سورية فلسطينية للعيش في كندا، ولكن ألحانه ما زالت تدور حول بلده وقصص الناس فيها. رحلة طارق هي إحدى انعكاسات التجربة المؤلمة التي عاشها السوريون منذ بدء النزاع عام 2011، وموسيقى طارق التي انطلقت للتعبير عن رحلة الوجع الإنساني لخصت مأساة شعبه في ألبوم لاجئ بالبحر الذي يمزج أنماطاً موسيقية من حول العالم. ألبوم لاجئ بالبحر أهداه إلى عائلته وأصدقائه وأبناء وطنه، وبالأخص لكل من فقد روحاً خلال بحثها عن الحرية والحياة الأفضل، ولكل من فقدوا أنفسهم وأرواحهم في عرض البحر. ويضم الألبوم 7 أغنيات تروي قصصاً من مأساة السوريين بين حلم العودة، الوطن المجروح، أمل العيش، والبحث عن فسحة من الحرية والحياة. وللمزيد ينضم إلينا الآن من تورونتو في كندا عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي طارق غريري. أهلا بك وصباح الخير عليك طارق. يعني طارق، في البداية في أعمالك وفي موسيقاك كما لاحظنا تحاول تجسيد وجع اللجوء ومرارة الحرب، كيف انعكست تجربتك الشخصية كفنان من أصول سورية فلسطينية على أعمالك الفنية؟ أول شيء شكرا كثير لكم، صباح الخير، شكرا كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة. وكمان بحب أقول رحمة لضحايا الزلزال بالمغرب وضحايا الفيضان بليبيا وضحايا أكيد الأزمة بسوريا من وقت ما بلشت لحد اليوم. بالنسبة لموضوع اللجوء، يعني الفلسطيني السوري أو الفلسطينيين خارج فلسطين بالوطن العربي هن كلهم لجوء من وقت ما يخلقوا هن اللاجئين. فاللجوء بالنسبة لي هو مو شيء جديد. فقصة اللجوء اللي أنا حبيت أطرحها بالألبوم أكيد هي فيها قصة من لجوئي أنا بالمعاناة اللي فيها، باليأس، بالحزن، بالشغلات الحلوة، باللحظات الجميلة موجودة بالألبوم. وبنفس الوقت هي كمان عم تحكي عن قصة لجوء الأشخاص اللي طلعوا من سوريا. كمان أنا حبيت أطرح ووجه وأكرس وأحكي عن هدول الأشخاص اللي اضطروا ياخذوا أو يطلعوا من سوريا ويرجعوا على بلدان تانية. نعم، وألبوم لاجئ بالبحر كذلك هو وكأنه يقدم رسائل فيه 7 أغنيات تحديدا تعبر. نعم. كل منها عن مشاعر مختلفة. أحكينا أكثر عن هذا الألبوم وعن أهمية سرد قصص الناس وأوجاعهم ونقلها عبر الفن. ألبوم لاجئ بالبحر هو ألبوم يضم 7 مقطوعات، 4 منها غنائية، هي بتحكي عن معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج. بتحكي عن الأشخاص اللي ما قدروا يتحملوا حياتهم وللأسف انتحروا، بتحكي عن الأشخاص اللي أخذوا قوارب الموت، بتحكي عن الأشخاص اللي بيحلموا بالوطن كل يوم، بتحكي عن الأشخاص اللي تركوا أهلهم، تركوا ذكرياتهم واضطروا يطلعوا من البلد.
وطبعا ما فينا ننكر انه انه انه, إنه الفن له اهميه كثير كبيره بطرح قضايا الشعوب ومعاناتهم، لانه الفن بيصل لكل العالم، هو 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 لغه عالميه. فانا حبيت استغل هاي اللغه اللي انا محترفها لحتى احكي قصتي واحكي قصه كل السوريين ومعاناتهم، ووصلهم طبعا وصل المعاناه عن طريق الموسيقى. صحيح، والمستمع لهذا الألبوم يعني ينتقل بمشاعره بين الحنين والوجع والألم والغضب ومرارة الفقدان، ولكن ينتقل منها أيضا ليشعر بفسحة من الأمل، كل هذا في ألبوم واحد. حدثنا عن بداية التحضير لهذا الألبوم. زي ما ذكرت يعني الألبوم هو بضم مشاعر كتير، بضم مشاعر حب، بضم مشاعر ألم، بضم مشاعر وجع حنين. فهي المشاعر يعني تقريبا من 7 سنين لورا، انا وزوجتي نور كعدان اللي هي البروديوسر او المنتج الفني للالبوم ومصمم الايقاعي، حسينا انه الوقت المناسب انه نحن نحكي عن هدول المشاعر اللي عم نحس فيها كل يوم. نعم، مش بس نحن، كل الشعب السوري عم يحس فيها كل يوم لحد الان. فنحن حسينا انه صار الوقت المناسب لحتى نعمل شيء نقدر نحكي فيه عن هدول الناس وعنا، انه نحن شو عم نحس، انه نوصل رسالتنا لكل العالم مشان يعرفوا ويشوفوا ويسمعوا، ولانه الموسيقى هي سلاح كثير قوي وسلاح مسالم بنفس الوقت يعني. فتقريبا من 7 سنين بلشت الافكار تطلع واشتغلنا على الموضوع، والحمد لله تقريبا من 3 سنين لورا اخذنا تمويل من الحكومه الكنديه ومن مجلس اونتاريو للفنون، وبهذا التمويل يعني بغض النظر هو تمويل كان بسيط او مش بسيط، بس قدرنا نعمل انتاج لهذا الالبوم ونطلع الالبوم للعالم. نعم. هي في اهداء الالبوم كتبت عباره او امنيه لان يكون تذكار لتضحيات وبطولات من رحلوا ومن يتجرعون مراره فقدان الاحباء. ما اهميه ان يوثق الفن الاحداث وان ينقل صوت هذه القضايا لمختلف دول العالم؟ طبعا الفن زي ما قلت هو لغه عالميه، فهو كثير سهل انه يوصل لكل الناس سواء ناطقين باللغه العربيه او غير ناطقين باللغه العربيه، لانه الموسيقى هي بتصل لك او بتصل لي او بتصل لكل الناس بطرق مختلفه، بس كل الناس بتفهمها، بتفهم رسالتها اذا طبعا انشرحت بطريقه بسيطه. مثلا خليني اقول لك بالالبوم انا عامل دموع السماء اللي هي بتحكي عن الاشخاص اللي اضطروا ينتحروا نتيجه الظروف السيئه اللي عاشوها داخل سوريا او خارج سوريا، فانا وثقت هدول الناس وحاولت وصل رسالتهم وليش هم عملوا هيك. لاجئ بالبحر هي بتحكي عن الاشخاص اللي اخذوا طريق البحر، اللي اخذوا قوارب الموت وهن بيعرفوا انه قوارب الموت، فموضوع كثير خطير جدا انه هن يعني قديش هن عندهم قوه انه ياخذوا قوارب الموت، انه بيعرفوا شو راح يصير، بس قديش هن واصلين لمرحله كثير كبيره من الياس انه يعملوا اي شيء لحتى في مرحله البحث عن الحريه والكرامه والحياه الكريمه والحياه الافضل. فانا وثقت هدول العالم اللي ما لازم ينتسوا بمقطوعه، والحمد لله يعني وصلت لكثير عالم يعني الحمد لله وصلت لكثير عالم نحن نتمنى نوصل لهم طبعا. نعم، خلينا نحكوا عن اطلاق الالبوم. قمت باطلاقه رسميا عن مختلف او على مختلف المنصات الرقميه واليوتيوب بشكل فيديو كليب مصور وجرافيك كذلك، وتحضر الان لجولات عالميه. كفنان شاب كيف تنظر لدور مواقع التواصل في دعم قضايا الشعوب المختلفه؟ طبعا ما فيها ننكر التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا هي مهمه جدا لايصال الرساله تبعنا او 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 رساله، خلينا نقول الرساله الفنيه اللي انا عم حاول اوصلها. يعني الدعم كان موجود بالنسبه للالبوم، بس انا ما عندي الفريق تبعي متواضع، وبنفس الوقت انا ما عندي شركه انتاج كبيره تقدر تشتغل معي وتوصل الالبوم والاغاني لجميع التلفزيونات بالعالم. فالسوشيال ميديا طبعا هي طريقه مهمه جدا انه تصل هدول هي الرساله وتصل هدول الاغاني الى كل الناس. بنفس الوقت ما فينا ننكر انه كمان السوشيال ميديا سيئه اذا 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 انعملت او الفيديوهات اللي انعملت او للاسف عم نشوف كثير فيديوهات عم تحرض على الكراهيه وعم تحرض على انه تعمل شغلات تاذي الناس، هذا كمان موضوع جدا مضر. بس بالنهايه اذا استعملنا السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي بطريقه جيده رح تصل رسالتنا بطريقه جيده اكيد.
نتمنى أن تنال الجانب الجيد من السوشيال ميديا وأن تصل هذه الرسائل المهمة إلى كل أرجاء العالم. أشكرك طبعا، شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح من تورونتو، عازف الجيتار والمؤلف الموسيقي طارق غريري، شكرا لك.